أعلنت وزارة الداخلية تشكيل مجلس تحقيقي بخصوص تصوير مسرب لاعتقال رجل دين إيراني في محافظة البصرة. وقالت مفتشية الوزارة إنها أوقفت جميع أفراد المفرزة التابعة لقسم المخدرات والتي اعتقلت رجل الدين في البصرة بسبب الملابسات التي رافقت عملية اعتقاله من عمليات تصوير وتشهير بحق المتهم. وانتشر مقطع مصور لاعتقال رجل دين قادم من إيران يحمل كمية من مادة الزئبق هربها إلى محافظة البصرة. في غضون ذلك توعد زعيم ميليشيا المختار وافق البطاط الضابط توعد الضابط الذي ألقى القبض على رجل الدين الإيراني متهما إياه بمحاولة تهريب مادة الزئبق الأحمر في البصرة. وهدد البطاط بالانتقام من الضابط الذي ينتمي لمديرية مكافحة الإجرام ومن معه في المجموعة التي نفذت عملية القبض على المتهم وكذلك تهديد عوائلهم. والله العظيم النبي الكريم، لنخلع عيونك من جمجمتك. والله العلي العظيم، لنسوي راسك نفاضة مال جقاير. والله العلي العظيم، لنسوي بيك مصيبة وكارثة ونسحلك انت. شوف بس ركزوا وياي والمجموعة اللي طلعت وياك، انتم وعوائلكم ومن وراءكم ومن صدر الأمر ومن لم يستنكر. احنا قلنا واكو مجاهدين ينفذون، واذا البصرة ما بها زلم المحافظات الاخرى بها زلم، واذا البصرة ما بها رجال العالم الاسلامي الشيعي كله رجال. والله وبالله وتالله لتصير فعلتك عبرة إلك والعمامك إذا راضين عليك.